قسم الماراثون إلى 3 مسافات هي 4 كيلومترات و10 كيلومترات و42 كيلومترا، وتنوعت المشاركة بين الجنسين ومختلف الفئات العمرية، كما شارك أجانب من 50 دولة إضافة إلى مواطنين عراقيين. كانت المشاركة بالنسبة لهم مهمة لأنها تعني السلام بغض النظر عن الفوز في السباق. تعنيني المشاركة أولا، هاي ركضة ماراثون أربيل الدولي الثالث للسلام، ماكو أحسن وأغلى من السلام. وكان للأجانب حضور لافت إذ تجشموا عن السفر إلى أربيل للمشاركة. أنا سعيدة بالمشاركة في هذا الماراثون حول السلام وبمشاركة الكثيرين من محبي العدو. أردت فقط المشاركة من أجل الترفيه، هذا هو هدفي، لا يهمني الفوز. إن شاء الله بتمنى الشباب. منذ الصباح الباكر توجه المتسابقون إلى نقطة انطلاق ماراثون أربيل الدولي الثالث للسلام. لم تكن النتيجة مهمة بالنسبة لهم بقدر أهمية المشاركة. بدأ السباق بمسافة 4 كيلومترات ثم ب42 كيلومترا وأخيرا مسافة 10 كيلومترات. رغم حماس البداية نال التعب من الكثيرين في الطريق لتكون سيارات الإسعاف في انتظارهم. شوارع الماراثون شهدت وجودا أمنيا كبيرا للحفاظ على أمن وسلامة المتسابقين الذين تمكن بعضهم من نيل مراكز متقدمة حصلوا على إثرها على جوائز من محافظة أربيل. يتوقع المراقبون ارتفاع عدد المشاركين في ماراثون أربيل الدولي القادم إلى 10,000 متسابق نظرا للإقبال الكبير من المواطنين. أحمد الزاويتي، الجزيرة، أربيل.